عودي معكم للمتابعة. طبعا سألتكم عن سر السعادة بحياتكم، كتار منكم جاوبوني وتواصلوا معي من وين بتنتظروا انه تجيكم السعادة او من اي جهة معينة. بدي اتشكر كل يلي تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا وجاوبوا على السؤال بشفافية. طبعا كلنا نحن منفتش عن السعادة بمطارح معينة او باشخاص معينة، ولكن هي لازم تصدر من القلب. محاسن حفار، صباح الخير جوزيف. فتش على السعادة بكل شيء بيمرق بحياتي، مع عائلتي وبشغلي او باي شيء. السعادة ممكن تيجي من اشياء بسيطة وصغيرة، وهيدا حسب الشخص ونظرته للحياة. رائدة احمد، نبحث عن السعادة. السعادة هي الوقود اللي بيمدنا بالطاقة للاستمرار بمشوار الحياة. السعادة هي الروح، هي الحياة. من افتقد السعادة افتقد الحياة. كرم كرام، ربي يسعد صباحك جوزيف. ثانك يو، والله انك ابن حلال. عم بتطلع على البلكون وفكر شو ازرع. الله يسعد صباحك. ريتا، صباحك زنبق وعطر الياسمين. صباحك ابتسامه وامل. فتش عن السعاده بوجه امي الملائكي وبضحك الطفل بريء، ولما بفرح قلب بفرح قلب حدا كبير. يسعد قلبك بكل حب. كتار جوابونا، بعد شوي بنكمل الكومنتس، عندنا كتير كومنتس، ولكن ما راح اتعوق عليكم وعلى كارمن يلي هي صارت جاهزه لانه تتلقى اتصالاتكم بزودياك. ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه. كارمن، مره ثانيه صباح الخير. صبحكم بالخير. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لشيف. انا حابه كمان جوزيف جاوب على هيدا، يكون عندي كومنت. انا سعادتي من سعاده عائلتي. انا لما بنتي وجوزي بكونوا مبسوطين انا بحس حالي مرتاحه، لما هن بكونوا مكركبين انا ما بعرف وين بصير. سو بحس انه هن لما يكونوا مبسوطين ومرتاحين بحس حالي انه انا كمان هيك مبسوطه ومرتاحه وسعيده. هي السعاده. ان شاء الله دائما كارمن، انا بعرف قد بتهتمي بعائلتك طبعا، ان شاء الله الله يخلي لك اياهم وتضلي فوق راسهم، وكمان لتضلي للمشاهدين تعطيهم التفاؤل والسعاده من خلال علم الفلك وتحركات الكواكب. شكرا لك، وكمان اتمنى لك السعاده كمان جوزيف لعائلتك. اتصالاتكم مباشره على الهواء. بتعرفوا ابتداء من هيدي اللحظه حاب اذكركم بس يلي بعد ما بيعرف انه الابراج صارت مرتين كل يوم، 7 إلى 4 الصبح قبل ما تطلعوا من البيت، كل يوم كل يوم. وايضا بعالم صباح 10 و4 ما تغيرت ابدا، وبتقدروا تتابعونا على اليوتيوب، وكارمي شماس كمان على اليوتيوب في عندي ابراج الاسبوعيه والشهريه والسنويه. قبل ما اخذ اول اتصال عندي اولغا 28-8-58 ايميل، حابه تعرف بشكل عام شو ناطره بهيدي السنه. منا متزوجه، وبالتالي هي عم تسال عن العمل مثل ما عم بتقلي. خلينا نشوف بالنسبة لك يا أولغا شو الموضوع. بالنسبة لها أولغا، حسب ما أنا عم بشوف يعني عم بتطلع، ما عندي ساعة ولادي، مضطرة أشتغل على الكواكب، مش ما بقدر اليوم أشتغل على البيوت وين موجودة، وبالتالي بدي أخذ كل كوكب بحد ذاته. بتطلع إذا في شيء ببرج الميزان، لأنه أي كوكب موجود ببرج الميزان معناتها السنة يتلقى حظوظ كتير كبيرة. بشوف أنه في عندها محور القمر بالميزان، وفي عندها المشتري ببرج الميزان. عندها سنة حلوة فيها تقدم، فيها تطور، وفي أمور كتير حلوة، لسيما فصل آخر فصل الربيع، يعني كل ما قربنا صوب شهر حزيران. وأيضا في عندي بشهر أيلول في أشياء رائعة بالنسبة لأولغا. الحلو عندها لأولغا أنه يبدو أنه أول شيء زحل قطع من عندها، للمرة الثانية قطع زحل، وبالتالي هي موجودة بفترة نوع من النضوج، لأنه في عندي مجموعة كواكب، مجموعة نقاط موجودة ببرج الأسد. هيدا معناتها المشتري عم بيعطي بآخر السنة دعم لهالكواكب يلي هو الحب والمال. يبدو أنه في تقدم وفي تطور، ويبدو أنه في نقلة، يبدو وكأنه في نقلة نوعية بموضوع العمل أيضا والحب. ناخذ اتصال من سهى، تفضلي سهى. صباح الخير. يا اهلا، صباح النور. انا ب 1/4/80. 1/4/80، يلا يومين عيد ميلادك؟ ايه ترم الظهر، يعني بين ال 11 و 12. خلقاني ايه رحت 11 تنقول، بتصور لانه توقيت صيف، توقيت صيفي، يعني اذا 12 بيكون 11 اصلا. شو السؤال؟ بشكل عام عن كل شيء. متزوجه؟ لا.
اوكي شكرا لاتصالك. في اشياء حلوه انا شايفتها، في اشياء كثير حلوه، عندك كوكبين ببرج الميزان، كمان انت من الاشخاص اللي عندهم كواكب ببرج الاسد مثل ما هلا حكينا، في عندك كوكب موجود ببرج العقرب، انت التطورات الحلوه عندك بهيدي الفتره رح بتكون ايجابيه، رح بتكون كثير مهمه، عندك سنه بتمنى ما بعرف اذا بتشتغلي، يا واضح جدا انه هيدي السنه فيها تغيير بالنسبه للعمل، في تغيير اجتماعي ما بعرف ليه، يا اما عم تنقل من بيت، يا اما عم تشتري بيت، يا اما بيصير في تغييرات نوعيه ايجابيه، وراح اعطيكي التواريخ يلي بتلمسي فيها لمس اليد هالتغييرات، اول وحده هي باب وبايلول، فحضري حالك، عندك اخبار ساره، حتى لو ما عندي ساعه ولادي، عندي ساعه الولاده، حتى لو منك تنقول بعرف اذا عم تشتغلي او ما عم تشتغلي، حضري حالك، في تغييرات جذريه ايجابيه كل 12 سنه توصل مره. ناخذ رندا، تفضلي يا رندا. بونجور مدام. يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. حظي حلو اليوم ان شاء الله. حظنا احلى، تفضلي. بدي اسالك عن بنتي. نعم. اسمها ساره. خلقاني ب 24 ايلول. ب 89. نعم. من التنتين ل 5 6 والله ماني متاكده. شو هاي بعد الظهر ولا الصبح؟ ايه بعد الظهر، بعد الظهر. راحت الساعة 4 ما بعرف، حل وسط، هذا الشيء ما كثير بيساعدني بس انه احسن من مشي. لأنه بوقتها ما كنت انتبه لهالامور يعني. هو مفروض المستشفى تكون مأيدة بصراحة. طيب شو السؤال؟ السؤال دراستها، شغلها، سفرها، حياتها ان جنرال، هيك شيء. اوكي هي عم تدرس بعدها؟ ايه عم تعمل ماسترز. بأي مجال بس لا أعرف شوي؟ مجال ايكونومكس وهيك. طيب انترناشونال افيرز، انترناشونال لو، هيك شيء. شو هيك شيء؟ في هدول ثلاث اشياء اعطيتيني اياها، كل وحده مختلفه عن الثانيه. انترناشونال لو بتصور. اوكي شكرا لاتصالك بجميع الاحوال. إذا عم تعمل لو، إذا عم تعمل دبلوماسي، إذا عم تعمل انترناشونال ريليشن شيبس، هذا شيء كثير حلو، ات ريزونيتس يعني فعلا يتكامل مع برشا. هي مواليد برج الميزان، في عندها ميركوري اللي هو الشغل موجود ببرج الميزان، عندها المريخ ببرج الميزان، هي اذا عم تعمل انترناشونال ريليشن شيبس انا بلاقي انه هيدا شيء كثير حلو مناسب جدا لها. شو في تطورات عندها؟ ساعه الولاده بالنسبه لي منا كافيه لحدد واعطيكي اجوبه كثير كثير دقيقه بالنسبه للتوقيت، لكن بقول لك انه بلش التغيير عندها ب تقريبا ايلول تشرين اول السنه الماضيه سنه 2016. في تغييرات جذريه واصله صوبها كثير حلوه وكثير مهمه، رح تقلب عندها الامور، بتتخرج، بتدرس، بتشتغل، بتلاقي الشغل اللي بدها اياه باخر هيدي السنه، من بعد عيد ميلادها فيها تحضر حالها لتغييرات جذريه، جذريه مش شوي، جذريه وايجابيه. ناخذ ايناس، تفضلي. صباح الخير. يا صباح النور. عندي بس سؤالين محددين، أول شيء شوفي لي إلي بدي شخص واحد. لا نفس السؤال. يلا تاريخك اعملي معروف. 29/4/56. نعم. 4/56، أي ساعة؟ بعد الظهر، الساعة 3 بعد الظهر. أوكي بلبنان؟ من لبنان. يلا. بس عندي سؤال مضبوط، قصة الديكان انه بعد 30 بأثر عليكي الاسندان؟ لا هيدا سؤال او يلي قريتي هيدا شيء غير دقيق على الاطلاق وقابل للبحث، بده حلقه بكاملة، وبالتالي انا بنصحك انه ما تتعاطي بالموضوع يعني، ما انسي غير. اوكي مضبوط، العشرية البرج بيتقسم على ثلاث عشريات؟ اي طبعا، وبيتغيروا وبيتقسم على 30 درجه، بقسم لك اياه قد ما بدك، وبضرب وبقسم حتى وبيطلع على 60. اوكي يعني بيتغيروا الاطباع؟ كلا. أوكي. انا لا اؤمن بهالشيء، هذا الشيء مش مزبوط، هذا الشيء اللي بيع الكتب. اوكي تفضلي غيروا. بس ناطره هلا تقريبي هو هني سو ما تعتلي هام، كل اللي عم تقريه ات سيمز انه عم تقري من مصدر كثير في اشياء غير دقيقه واشياء حكي 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 حكي. اذا ملاحظه اذا بتتابعيني وحتى اذا متابعه كتبي بتعرفي انه انا ما عم بشتغل على العشريات، العشريات ما لها طعمه، يعني العشريه فيها يكون عندي بدل ما يكون في ثلاث عشريات فيني اعمل ست فيني اعمل ست اقسام بدل ثلاث اقسام، انا فيني اقسم اللي بدي اياه، انا بروح اكثر من هيك، انا بروح على شخص بحد ذاته، على النهار اللي هو بحد ذاته.
تشوفوا بالبرج في 30 قسم، مش ثلاث اقسام، في 30، وفيني اعمله انا 10، فيني اعمله حتى يمكن في اعمله 6 اقسام. سو ما تعتلي هم هالموضوع ابدا. بالنسبه لك انت شو اللي مبين عندي بصراحه بهيدي الامور؟ انا اللي مبين عندي انه في بعض القصص العاطفيه او الماليه يلي هي منها هالقد ظابطه، يلي نوعا ما بالنسبه لك رح بتكون بهيدي السنه ال 2017 محيرتك، مزعلتك ومكركبت لك حياتك نفسيا عاطفيا وايضا ماليا، وكانه في شخص او في خلاف مع مساله ماليه او عاطفيه، وفي يكونوا الاثنين، لكن هيدي القصه بتبلش تخف عندك، بلش تختفي كل ما قربنا صوب الصيف وكل ما فتنا فصل الخريف انت بتصيري على شط الامان. ناخذ ياسمين، بس بدي اقول للمتصله سيدي قبل انه الوضع الصحي بحاجه لكثير انتباه، والوالده ايضا باخر شهرين من السنه. باخذ ياسمين، تفضلي. البونجور. بونجور يا ياسمين. 2/7/88 تموز ال 82. اي ساعه؟ 1:11 دقيقه الظهر. اي ام. نعم، لا اي ام. وحده وقديه؟ 11. سؤال. بشكل عام بس مش خلقانه بلبنان. جاي اسالك لانه هذا التاريخ اللي اعطيتيني اياه، انه بتعرفي اي ساعه خلقانه؟ وين خلقانه؟ بالبرازيل. بالبرازيل. وين تقريبا؟ ساو باولو. بساو باولو؟ ان شاء الله تكون عندي ساو باولو. ما عندي ساو باولو. سان دييغو، خليني اشوف اذا في عندي، ان شاء الله يكون عندي. رح احط لك شيء بكولومبيا اقرب شيء لإله، هي عندي اياها انا. يلا اوكي. السؤال بشكل عام، شو بتعملي بالحياة؟ بدرس ماسترز. اوكي، شكرا لاتصالك. ميرسي. هيدي السنة سنة بدها منك انتباه أكثر، هيدي سنة منا سهلة، يعني هيدي السنة بدها متطلبة شوي، بدك تشتغلي عليها، تشتغلي على حالك، إذا عم تدرسي، ما تفكري إنه الأمور رح تلاقيها هينة، بالعكس تماما، احتمال إنه تلاقي إنه هيدي السنة صعبة، في بعض الصعوبات، كل السنة من أولها لآخرها، مني كثير مطمنة بالي إنه أنت تحطي إيديك بمي باردة، بالعكس هيدي السنة بدها درس، بدها شد همة لحتى تكون سنة مريحة وتطلع فيها ناجحة. هيدي السنة كمان يمكن ضايقتك، ما بعرف دراسيا قديش كانت صعبة أو هينة السنة الماضية، لا سيما بأواخرها، يعني أول ما بلشتي سنة الدراسية بسنة 2016، كمان كان في عندي أمور منها هالقد سهلة. هلا في تغيير حلو، في رزقة، في خبر صار رح بيساعدك تقريبا بأول نوفمبر 2017 هيدي السنة، لكن أنا محلك كل هيدي السنة بدها درس، بدها إفور كتير 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 قوي. ناخد أنيتا، تفضل يا أنيتا. بونجور مدام. بونجور يا أهلا. كارمن. أهلين. أنا خلقانة 3/3/1980 في العراق. نعم. بغداد، على الساعة شي 10 أو 11 يعني الصبح، ما بعرف، بدي أعرف عني عن عائلتي. نعم، تفضلي. متزوجة يعني؟ نعم متزوجة، وفي عندي ولدين. أوكي، أنت عم بتتابعيني شي على اليوتيوب كارمن شماس؟ لا ما بتابع. أوكي، لانه أكثرية المتابعين لالي كثير عندي من العراق عم يتابعوني على اليوتيوب. أكيد كثير بيحبوكي. تسلمي. بنحبك احنا. تسلمي تسلمي، انا بحبكم كثير. خليني اشوف لك شو الاوضاع عندك على بالنسبه للوضع العائلي، خلينا نشوف سوا على الهواء على الشاشه شو الاوضاع عندها. هي من مواليد برج الحوت، لكن في عندها 1 2 3 4 كواكب موجودة ببرج العذراء، يعني دايما بحياتها بتحس انه رايحة جاية، وكأنه في صراع، وكأنه في تنافر في الأولويات والمشاعر، بتكون عم بتفكر شيء، يعني قلبها بيقول لها شيء، عاطفتك بتقول لك شيء، و فكرك وعقلك بيقول لك شيء ثاني، دايما في نوع من الصراع. هلا اللي ما كتير حبيبته بصراحة أنيتا، إنه في عندي نبتون موجود حد برجك، نبتون موجود حد برجك، وأنا عم بذكره صار لي فترة بأبراجي اليومية، حتى على يعني الصبح بتلفزيون مستقبل، حتى بالكتاب، وحتى كمان بالأبراج الشهرية والأسبوعية على اليوتيوب، في عندي قصص ماني كتير مرتحت لها.
نبتون بس لما يكون حد الشمس بيحمل زعل، بيحمل خيبة أمل، هيدا عم يقطع، يعني في عندك عبور هيدي السنة منه سهل على الإطلاق. أضف إلى ذلك في عندي كوكب أورانيوس، كوكب أورانيوس بيحمل مفاجآت أحيانا غير سارة، ولأنه عم بيمرق ويتواصل هيدي السنة مع كوكب الحب والمال، ما بعرف ليش هيدي السنة منا مريحة، منا مطمئنة. بدك أنا عم قلك لحتى تاخذ التدابير، يعني إذا أنت بتعتقدي إنه علاقتك العاطفية والزوجية غير مستقرة، هيدي سنة متقلبة جدا، في عواصف عاطفية، في عواصف زوجية، في عواصف مالية، ويبدو وكأنه في شوية زعل. هلا أنت عم تتصلي فيني وكأنك حاسة بهالموضوع، بدك تاخذي كل التدابير لحتى تتفادي هالموضوع، فبدنا نبعد عن المشاكل، بدنا نكون مقتصدين، متقشفين شوي بمصاريفنا، نهتم بأهلنا وبعائلتنا. أنيتا من العراق كانت آخر اتصال معنا لليوم، بدي أتمنى لكم نهار كثير حلو طبعاً ضمن عالم الصباح اللي طبعاً مكمل معنا ومع جوزيف. تانكيو لك كارمن، نرجع بنشوفك بكره ببدايه عالم الصباح اذا الله اراد. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين بعد البريك، رح يكون وين حقك هالفقره اللي بتشوفوها كل يوم خميس وبتحكي طبعا عن حقوق المراه، وسيدي اقبال مراد دوغان محاميه ورئيسه مجلس النساء اللبناني هي ضيفتنا، موضوعنا هو الطلاق عند الدين الاسلامي او في الدين الاسلامي.